السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كوين ريم سوبريم. ايش اخباركم يا جماعة؟ ان شاء الله طيبين. اليوم قررت اروح على كي اف سي بناء على طلب احدى المتابعات، وكان على التعليق هذا كمية هائلة من اللايكس، فقلت لازم اروح اشوف ايش الشيء اللي انتم تحبوه في كي اف سي. طبعا طلعت في المنيو حقنا، طلع طبعا اكيد مختلف عن المنيو حقكم انتم، واشياء اللي تطلع عندكم جديدة باستمرار مش عندنا، بس لاحظت في اختلاف كبير في المنيو. عندنا مرة المنيو مقلصة، أشياء بسيطة، أشياء بيسك، دجاج يعني في باكيت، وعندنا ماكن تشيز، أنتم ما عندكم ماكن تشيز، عندكم رز، فأشياء في اختلافات، فقلت راح أجرب الثلاث الأشياء اللي متوفرة عندنا ومش موجودة عندكم. طبعا إن شاء الله إذا رجعت السعودية راح أجرب الأشياء اللي مش موجودة هنا في أمريكا. بس anyways قبل ما نبدأ please اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبتدي. فاليوم قررت أجرب لكم الأشياء اللي غير موجودة عندكم، اللي هي ماك اند تشيز بول، يجيكم زي كذا ماك اند تشيز مكرونة بالجبنة وعليها قطع الدجاج الكي اف سي تشيكن، وأيضا في المش بوتيرو بطاطس مهروسة وعليها دجاج وعليها ذرة، أوكي، وآي ثينك جبنة. الشيء الثالث الأخير اللي هو بات باي، اللي هي زي الطبق كذا فطيرة، زي الفطيرة، فطيرة الدجاج مع الخضروات وعليها كذا عجينة، أوكي. سو هذه هي ثلاث أشياء اللي راح أطلبها، وأكيد أكيد راح أطلب الفرايز حقهم ومشروب. سو يلا بينا ننطلق على كي اف سي. شوفوا كيف الجو كله غيم، والأشجار لونها صارت أصفر أحمر. لا تسألوني ليش ما رحتوا أبو ظبي أو حتروحوا أو لا، اللي عنده جواب يكتب لي الجواب في الكومنت وأنا راح أثبت هذا التعليق، لأنه أنا تعبت وأنا أجاوب على هذا السؤال والناس ما أدري ليش تسألي نفس السؤال. Alright guys، وصلنا بالسلامة. هذا هو KFC. شوفوا معايا كيف فاضي، والله العظيم يعني ما اقول لكم انه المحل هذا فاضي، ما له شعبيه، ما تصدقوني. سبحان الله المحل هذا شعبيه في الدول العربيه، بس هنا لوك. Hey, what can I get for you? Can I have only the one pot pie? Anything else? And the mac and cheese bowl. You want the mac and cheese bowl? Mm-hmm. The bowl or the meal? And only the bowl. Anything else? And famous bowl. I'll have it as a meal. Trapagano Yes. Anything else? That'll be it. Alright, you can go for it. Okay. Yalla, I'm going to have it. It's hot. Wow. Love you, Lama. Love you, Wisden. Love you, Alanud. Love you, Roxana. Thank you. Okay, I think we are all set. لازم تشيك. خلاص. لا نوقف كده، نضبط الكاميرا. Lock the doors. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بس نتأكد. يا شفتوا كيف؟ عشان لما وقفت السيارة فتحت الأبواب or locks. بسم الله. أول شيء خلونا نجرب الفرايز. So yummy. Maybe I'm hungry. We drink. طلعت الفروت بانش لونه أحمر. يامي like candy. وأيضا دواء كحة. Alright, so the famous bowl. بسم الله.
Here's my fork. You know. طيب مكوناته بطاطس مهروس عليه gravy والدجاج وأيضا الذرة. Okay. بسم الله. وأيضا تشيز عليه. تيستي. I like. شوفي هيف الجبنة على جبنة. الذرة حالية فتدي له طعم مرة حلو. فأنا طلبته لوحده $5. بس لأني طلبت الميل كله بتسعة. ويجي معاه بطاطس ومشروب. This is good. أديله 9/10. أوكي طبق جيد. أوكي أنصح فيه. نجي للي بعده. اللي بعده مع اللي هو الماك اند تشيز نفس الطريقة. حطوا عليه دجاج. شوف كيف. بوب كورن لايك بوب كورن تشيكن. شايفين كيف عليه مرة جبنة كثير ملغم بالجبنة. مرة لذيذ. بس very cheesy. تسعة ونص من عشرة. Very yummy. Alright, نجي للي بعده اللي هو الباي. Okay. هذه زي الفطيرة، فطيرة الدجاج مع خضروات. شوف كيف شكلها. This is so big for me. ممكن لو بس طلبت هذا لحاله ممكن آكله بس. خلينا نشوف نجرب حاجة حركة. شايفين؟ طبعا ما أنصحكم تأكلوها كذا. بس أنا بس أكشن شوية. عارفين؟ هذا زي عجينة البوريك عرفتوا؟ مرة حلوة كده فيها طبق. بس الطبقة العلوية لوحدها مرة لذيذة. طب خلونا نشوف let's dig in. جنن العجينة هي بس عشان نغمسها باللي بجوا عرفتوا؟ اللي جوا فيها دجاج. شايفين؟ واضح؟ مرة طالع منها دخون مرة حار حار حار. يلا بسم الله.
عارفين أول نكهة تجيكم نكهة مرقة الدجاج، يعني الدجاج حقيقي ما تحسوا إنه معلب، عرفتوا؟ فمرة شيء جميل لأنه عندهم طبق زي كذا، صراحة مرة لذيذ. ومرة مبسوطة إني جيت جربت هذا الطبق اللي ما عمري أصلاً فكرت إني أطلبه. شكرا لكم على الاقتراح. أوه في كمان البازلاء، حبوب البازلاء ومع جزر وبطاطس، يعني خضار مشكلة مع الدجاج وصلصة كذا بيضة. أوريكم كذا بس من جوا شكله. أوه سوري جايز، خليني بس أطلع لكم هذه، شوف كيف شكله من جوا، واضحة يا. فطبق صراحة حلو مشبع ولذيذ، وأكيد راح أجرب هذا الطبق مرة ثانية. فطيرة بالذات عرفتوا أحسها شوية ما أدري، بس كالوريز حقتها مرة عالية لأنه في هذا الطبق العجينة اللي فوق وزبدة مرة. تيسي، عديله 9.5 من 10. I really really like. Okay guys, الآن وقت الإديومز. عندي لكم 3 إديومز اليوم. أول إديوم اللي هي working against the clock، بمعنى إنه الواحد لما يكون مضغوط في مشروع أو في عمل أو في أي حاجة يبي يخلصها. على سبيل المثال مثلا شخص يشتغل في شركة وعندهم مشروع ولازم يخلصوه في وقت معين، أوكي؟ فجاء أحد من أصدقائهم وسألهم ها كيف مشروعكم مش مسوين فيه؟ الشخص بيقول honestly we are working against the clock trying to finish this project. هذا هو المثال، هذه طريقة استخدامها. نجي الآن للإديوم الثاني اللي هو fair and square. fair and square هذه بمعنى انه بصراحة. فطريقة استخدامها على سبيل المثال، لو احد جاء سألكم عن مثلا علاقتكم مع شخص ثاني، كيفكم الان، هل انتو علاقتكم ودية كويسة؟ to be fair and square I tried everything I could but things did not work out، زي كذا مثلا. فمعناها انه حقيقي انا سويت اللي اقدر عليه ولكن الموضوع ما ضبط او علاقتنا ما ضبطت. سو هذا هي الإديوم الثانية وهذه هي طريقة استخدامها. فنجي الان للإديوم الثالث والاخير اللي هو finding a needle in a haystack، بمعنى انه الشيء هذا صعب ايجاده او من الصعب ايجاده. فعلى سبيل المثال ممكن ينطبق على اي حاجة، يعني في عندكم صعوبة في انكم تلاقوه حاجة، سواء منتج او شخص او عريس اي شيء، يعني احد سألكم ها ايش صار معكم، والله الرجال اليومين هذه it's like finding a needle in a haystack. هذا مثال، بس مثال. الرجال يعني ما شاء الله كفو، في منهم يعني مجموعة كويسة وكذا، فعشان احد يجي after me اوكي. عموما هذا هو الإديوم الثالث والأخير، إن شاء الله لكم استمتعتوا معي اليوم واستفدتوا أيضا. اللي هو مشترك بليز عملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. باي.